في شهر تاريخي للإضرابات في بريطانيا، يبدأ الإضراب الأكثر إنذاراً بالخطر والأكثر إثارة لقلق المرضى وعائلاتهم، إذ يضرب عشرات الآلاف من الممرضين في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية في احتجاج هو الأكبر في تاريخ قطاع الصحة البريطاني، بعد رفض الحكومة مطالب الممرضين بزيادة رواتبهم بنسبة 19%، وهي نسبة تعتبرها الحكومة أعلى من قدرة تحملها. That pay demands of 19% are met, then he should say so. وعرضت الحكومة زيادة بنسبة وصلت إلى 5%، وصفها الممرضون بالمهينة بحقهم باعتبار أنهم أكثر الموظفين تضرراً خلال جائحة كورونا، فيما توعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بفرض قوانين جديدة للحد من الإضرابات وضمان الحد الأدنى من مستويات الخدمة. يوم مأساوي، هكذا وصف العديد الحالة التي وصلت إليها بريطانيا التي تعاني من أوضاع معيشية سيئة يشعر بها العديد من المقيمين والعاملين هنا. أعتقد أن سبب احتجاج الناس هو نفسه دائما تقريبا، لا أحد يتخذ قرار الإضراب باستخفاف، ولا سيما الممرضين، الممرضون على الخط الأمامي طوال الوقت. نحن هنا اليوم لنخبر الحكومة أن العرض ليس كافيا وأنهم بحاجة إلى القيام بشيء أكثر جوهرية. نحن مرهقون للغاية ونعاني من نقص في عدد الموظفين منذ سنوات عديدة وبشكل عام منذ كوفيد. يحتج هؤلاء الممرضون في سابقة تاريخية على أوضاع عملهم، فنحو 50,000 وظيفة شاغرة يعاني من نقصها قطاع التمريض، ما يعني تكدس أعداد المرضى على لوائح الانتظار الذين وصلت أعدادهم إلى 7 ملايين، ومن المتوقع أن تطول اللائحة. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.